هذا الشارع الذي تشاهدونه هو من أطول شوارع الجانب الأيمن في موصل الجديدة، وتحديداً في سوقها الذي يحتوي على أكثر من 1000 محل وشركة. ورغم هذا لم يتم إنجاز هذا المشروع رغم مرور ما يقارب العام الكامل. دائرة المجاري تقول أن الأعمال الآن على بلدية الموصل من أجل الإكساء، وإن التلكؤ الذي حصل من قبل الوزارة، وتقدم اعتذارها للمواطن. المشروع الآن هو في المراحل النهائية، بقت المشكلة الرئيسية مشكلة التبليط في هذا الشارع، لأن في الكشف المحال من قبل الوزارة لا يوجد فقرة تبليط على الشركات المحال عليها الأعمال. الآن الكرة في ملعب الإخوان في بيت الموصل، نرجو تعاونهم معنا لحل هذه المشكلة. احنا يعني نعتذر من إخوان المواطنين، لأن العمل فعلا تأخر، لكن التأخير ما كان مقصود وغير متعمد. أيضا هناك فقرة رئيسية أحب أن وعدم صرف مستحقات الشركات. أما بلدية الموصل فقد استغربت حديث دائرة المجاري، وذكرت بأن التلكؤ يكمن في أعمالهم، وأن بلدية الموصل غير ملزمة بالتبليط بحسب القانون، وعلى كل جهة منفذة من قبل أي دائرة خدمية أن تعيد المكان المنفذ إلى سابق عهده قبل إجراء المشروع. لماذا الكرة في ملعب البلدية؟ من الذي قام بتنفيذ هذا المشروع؟ مديرية بلدية الموصل أم مديرية مجاري نينوى؟ أصبح لزاما على مديرية مجاري نينوى بتنفيذ أعمال التبليط وأعمال المعالجة والإكساء لهذا المشروع حسب التوجيهات والتوصيات الواردة إلينا معاوية التخطيط في محافظة نينوى، أنه أي دائرة خدمية تقوم بتنفيذ أي عمل تقوم بإعادة العوارض إلى سابق عهدها. أما المواطن فهو الخاسر الوحيد في ظل هذه التراشقات بين الدوائر، وما تزال عوائل الجانب الأيمن تنتظر أعمال التبليط من أجل استرجاع أرزاقها التي قطعت بسبب صعوبة التنقل. محلاتنا انتهت بعد بالقرآن، إيجار ما راح نطلع، يجيبوا المجاري أنا بوري مكسور، نقول له أخي بوري مكسور، يقول هذا هو صاروا على حسابكم، هبورينا سمكسور يصلوا على حسابكم، أخي نترجاه معود، يقول والله ما شغلتنا. إذن كل ما تجي مقاولة من خارج الموصل، تجي يعني من خارج محافظة نينوى، تأتي من بغداد، المقاول شايل اللي يريد يجي يسوي وما يهمه ما يحصل بعدها. خسائر بالملايين تكبدها أصحاب هذه المحال بسبب تلكؤ المشاريع وعدم وجود رؤية استراتيجية تفرض نفسها على الدوائر الخدمية في نينوى. من الموصل أحمد جفال، قناة دجلة الفضائية.